السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث من علينا بصيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونحمد الله تبارك وتعالى على أن أتم علينا صيام شهر رمضان، ومن علينا بحلول عيد الفطر المبارك. يقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ونشكره جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث ننعم ولله الحمد والمنة بنعم لا تعد ولا تحصى. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجزاؤها وكفاؤها الإكثار من شكر الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. أنعم علينا بأن هدانا للإسلام، ومن علينا بحلول شهر رمضان وصيامه وقيامه، ثم بحلول العيد المبارك، ونحن ننعم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والخير والراحة والاطمئنان في رحاب هذا الحرم العظيم الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا. يا لها من نعم عظيمة نحمد الله ونشكره عليها. وإننا بهذه المناسبة لنرفع لولاة أمرنا حفظهم الله مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقهم الله، نرفع إليهم أسمى آيات التهاني والشكر والتقدير والامتنان والعرفان على جهودهم العظيمة ورعايتهم الفائقة وعنايتهم الجليلة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالمعتمرين والزائرين، فجزاهم الله خيراً وكتب ذلك في موازين أعمالهم الصالحة. كما أننا نشكر كل من أسهم في إنجاح خطة موسم شهر رمضان، ولا سيما رجال أمننا الذين بذلوا جهوداً كبيرة، فنسأل الله ألا يحرم الجميع أجره وثوابه. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أعاده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى علمائنا وعلى أبناء هذه البلاد المباركة وأبناء المسلمين جميعاً بالخير واليمن والبركات. نسأل الله أن يجعله عيدًا مباركًا يجمع الله فيه كلمة المسلمين، ويوحد صفوفهم، وينصرهم على عدوهم، إنه جواد كريم. كما نسأله تعالى أن يعيد هذا العيد على بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، وهي تنعم بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان. إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول. كما نوصي أنفسنا وإياكم بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل واستمرار الأعمال الصالحة، فإن عمل المؤمن لا ينتهي بشهر رمضان. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمسلم يستمر في أعمال الطاعات في كل الشهور والأعوام. كما أننا أيضًا ننبه على أن إقامة صلاة العيد في الحرم المكي الشريف ستكون
في حدود الساعة السادسة تقريباً صباحاً إن شاء الله، تصافوا وتراحموا وتسامحوا وتواصلوا وتعاونوا على البر والتقوى، فالعيد فرصةٌ للتصافي والتسامح والتزاور والتجاور والتقارب والتعايش. إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وافرحوا بعيدكم وابتهجوا بهذا العيد السعيد، وصلوا أرحامكم وأقاربكم، ولا تنسوا زكاة الفطر وأيضًا إخوانكم الفقراء والمحاويج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده علينا أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، ونحن في خيرٍ وصحةٍ وحياةٍ سعيدة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.